هذا اليوم تمت المباشرة للشوارع الرئيسية لمنطقة سبع قصور، يبلغ طول الشارع الواحد 3 كيلومترات. هذه الشوارع تربط ما بين الشارع الرئيسي لمنطقة سبع قصور ومنطقة الثعالبة. هنا كثافة سكانية عالية في هذه المنطقة، أكثر من 70,000 نسمة ستكون مخدومة عن طريق هذه الشوارع. وجه دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة الإسراع في هذه المباشرة بعد أن أكملنا أعمال البنى التحتية ماء ومجاري من قبل أمانة العاصمة، دائرة مجاري أمانة العاصمة، وكذلك ربط المنازل الفرعية، وكذلك إكمال كافة المتطلبات الأخرى. اليوم باشرت شركة حمرابي بأعمال البوكس الترابي لهذه الشوارع الثلاث. هناك برنامج زمني تم إعداده سيكون أسرع برنامج لإنجاز هذه الأعمال. وجهنا بأن تكون هناك أكثر من فرقة عمل لكل شارع، وأيضا ستكون ساعات العمل تنطلق ابتداء من الضياء الأول إلى الضياء الأخير. وهناك أيضا ندرس أنه توفير طرق بديلة لهذه الشوارع، لكون هناك زخم مروري عالي يعيق عملية تنفيذ هذه الشوارع. أيضا أعمالنا مستمرة في منطقة سبع قصور، المقاطعة 5/12 والمقاطعة 3/12. أيضا تم تقليص البرنامج الزمني لغرض إنجاز هذه الأعمال وفق السقف الزمني المحدد لها. عندنا 3 شوارع رئيسية ضمن اختصاص أمانة بغداد، اللي هو شارع أبو أحمد وشارع أبو علي وشارع المشروع. حقيقة تم إعداد محضر مشترك اشتركت فيه محافظة بغداد مع أمانة بغداد مع شركة الجهد الخدمي الهندسي المتمثل بشركة حمرابي العامة، ووافق دولة الرئيس على كل المقترحات الواردة في هذا المحضر. واليوم الحمد لله نزف البشرة أنه تم مباشرة شركة حمرابي العامة بأعمال بوكس الترابي في شارع أبو أحمد حقيقة، وسيتم المباشرة يوم غد بشارع أبو علي، ويوم الجمعة إن شاء الله سيكون مباشرة في شارع المشروع بالتزامن مع إكمال أعمال الرايدر الجانبي لإمداد الشبكة والتوصيلات إلى الدور المجاورة واجهة شارع أبو علي وشارع أبو أحمد وشارع البزيل. توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء المحترم، تم متابعة أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي في هذه المنطقة، منطقة الزعفرانية. الفريق استهدف منطقة علاية وحنيبة اللي احنا بيها الآن، منطقة الشموخ، حدود 1400 وحدة سكنية، 7000 نسمة. الأعمال اللي باشرنا بها يمد مجاري مياه الأمطار وإيصال الماء أيضا الصافي إلى الأفرع التي لم يصل لها الماء الصافي، وربطها بالشبكة الرئيسية وتقويتها. الأعمال الباور كيربر، أعمال التبليط بحدود 16,000 متر مربع، أعمال الباور كيربر بحدود 6,000 متر، شبكة الماء بحدود 6,000 متر طول. أعمال المجاري 1750 شبكة داخلية و500 خط رئيسي ناقل، راح نربط هذه المنطقة بالمنطقة الرئيسية الموجودة بالشارع العام حتى يصير التصريف عليها. العمل يصير بصورة اعتيادية وطبيعية. 3 مناطق استهدفت في منطقة الزعفرانية هي الشموخ ومحل الزراعي محل 945 خلف معمل الغاز وحنيبت. هذه المنطقة الآن قاعد تشاهدوها هي منطقة زراعية، يقوم الجهد الخدمي بتقديم الخدمات كافة، ماء ومجاري، وانتهاء بإكساء الطرق والأرصفة والمقرنص. طول هذه المنطقة تبلغ طول شوارعها 7 كيلومتر.
بمعدل ما يقارب الأربعين زقاق، 40 زقاق في منطقة حنيبة وعلاي، سوف يتم خدمتها بالكامل. اليوم إن شاء الله هذا الزقاق الأخير بتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، ومن ثم بعد ذلك سيتم حدل الأرض والبدء بالإكساء والأرصفة والمقرنص. كما لدينا منطقة 945 اللي هي خلف معمل الغاز، يبلغ طول الشوارع مجملها 3.5 كيلو. المنطقة هاي منكوبة صار لها يعني سنين، وهي منطقة يعني أثرها قديم، هي منطقة قديمة، لا مجاري لا مي لا كهرباء، حتى الكهرباء هي هم تعبانة، بس احنا نقول هسه الوضع خير من الله، طبت المجاري انه والتبليط ورحمة من الله، ونشكركم. ويعني شو نريد نقول لكم؟ نعم الله عليكم وجزاكم الله بخير. اي والله ما قصرتوا. على بركة الله يستمر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي باستكمال الأعمال الموكلة إلى ضمن خطة 2022 و2023. اليوم احنا ضمن بلدية الشعب بالتحديد حي البساتين، وذلك لإكمال المرحلة الأولى من عملية الإكساء. هذه العملية باشرت بالتنسيق مع بلدية الشعب لإكمال المراحل لأعمال البنى التحتية المجاري والماء، وأيضا الأرصفة الباور كيربر، وحاليا عند انتهاء من عملية فرش السبيس اليوم مباشر بالطبقة الأولى للإكساء. وإن شاء الله هذه الأعمال هذا الشارع اليوم ينجز، يوم وغدا ينجز الطبقة الأولى، ومن بعدها عندما يتم إكمال الفحوصات إن شاء الله مباشر بالطبقة الثانية. وهناك أعمال أيضا ضمن حي البساتين لشركة حمورابي ولبلدية الشعب لإكمال حي البساتين. أيضا هناك عندنا أعمال كثيرة ضمن بلدية الشعب وبلدية بوب الشام ضمن خطة 2022 و2023. تمت مناقشة الموقف المالي وضرورة الإبقاء على التخصصات في وزارة المعمار والإسكان. أولا تم مناقشة الاستعداد لخطة 24 وتشكيل فرق المسح الميداني في بغداد 3 فرق، وأيضا تمت مناقشة خطة محافظة بابل والتصويت عليها، وكذلك خطة محافظة صلاح الدين. أيضا تمت مناقشة نسب الإنجاز في القواطع في بغداد ل 57 مشروع ما عدا المشاريع الجديدة، وايضا حصلنا على نسب انجاز جيده. العمل يعني يستمر بوتيره جيده، يحتاج الى اطلاق التمويل وايضا معالجه بعض الامور المتعلقه بالتعارضات وغيرها، وان شاء الله عازمين على اكمال كافه الاعمال الموكلين بها. نحن استهدفنا اكثر من 45 منطقه في بغداد، اليوم معظم هذه المناطق نسب الانجاز اكثر من نسب المخطط لها. الكل يعرف نحن بدانا متاخرين لعدم انطلاق الموازنة الحكومة الاتحادية لعام 23، ولكن اليوم يكون عمل الفريق بنظام
شيفتين أو أكثر، يمتد العمل إلى الليل من أجل اختزال الزمن حتى يتم إنجاز الأعمال الموكلة إلينا، قسم منها في نهاية العام الحالي وقسم منها يمتد إلى بداية العام المقبل.